وهذه التحية الكبيرة للشعب الصالوق. اتركهم يحيونا. اسمع يا علاء الدين، أنا حقا لما تغير شكله وسيقوم بدور علاء الدين شخص طويل أسمر شرير وقبيح. أنا الآن سيدك. أجل فهمت هذا يا بارد، حقق لي أولى أمنياتي، أريد أن أحكم مكان السلطان. الرحمة يا رب، ما هذا؟ ما الذي يحدث لي؟ أنا لا أفهم شيئا. جعفر أيها المجرم المخادع. هذا المجرم المخادع أصبح الآن سلطانك. حقا؟ سنرى من هو السلطان. المصباح. لكل مجتهد نصيب يا أبو غفو. آسف يا علاء، لدي سيد غيرك. جعفر آمرك بالتوقف. لا يحق لك إصدار الأوامر، أنا من يصدرها. ولا نهيا حني أمامي. هذا لن يحدث أبدا يا جعفر. دائما معترضة ومتمردة. إذا لم تنحني أمام السلطان، إذا ستنحنيان أمام الساحر. مارد، أمنيتي الثانية هي أن أكون أقوى ساحر في الدنيا. يا مارد، لا تفعل. هذه تحية خاصة من أغرب للساحر جعفر. والآن ماذا كنا نقول؟ تذكرت، مهانة مزرية. وانت تنحني. أيتها الأميرة، هناك شخص أود أن تقابليه الآن. جعفر ابتعد عن السيف. يا أمير صفي، قد انتهت. الآن حكايتك قد ظهرت وانكشفت حقيقتك. سره حيل وخداع، له قدرة على الإقناع. قولي أهلا للمخادع الأمير صفي. فلتناديه علاء الدين. صفي. ياسمين، أنا حاولت أن أخبرك ولكن الأمير صفي قد نسي ما كان عليه. ليس أميرا كذب عليك وصدقتي. يستحق بالتأكيد. أنفيه إلى بعيد، أرسله إلى خارج الحدود. يبقى هناك ولا يعود بفكرك الشرير. الآن ستطير لبلاد الجنة. وداعا. إلى اللقاء الأمير صفي.